بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. حلقة بداية الأسبوع إن شاء الله هيكون معايا في الجزء الأول من هذه الحلقة نجم كبير كابتن ماهر همام ورؤية فنية لمباراة الترجي والنادي الأهلي. أما في الجزء الثاني من هذه الحلقة أحمد ثابت وصبري سراج ورؤية تحليلية ورقمية عن هذه المباراة. امبارح مباراة انتهت بالتعادل السلبي ما بين الكبيرين سواء النادي الأهلي أو نادي الترجي. هتقول لي السيناريو ده سيناريو حلو، سيناريو جميل، سيناريو كويس. هقول لك سيناريو كان من الممكن أن يكون أفضل من كده، ولكن في النهاية هي نتيجة ليست سيئة، ولكن هي نتيجة هتظل دائما 50-50. يعني إيه 50-50؟ يعني مباريات الذهاب والإياب مع هذه الفرق الكبيرة بتظل دائما 50-50 طول ما النتيجة 0-0. النادي الأهلي لم يكسب البطولة الإفريقية، النادي الأهلي لم يفوز بهذه البطولة حتى هذه اللحظة. لو لينا نصيب وفزنا بهذه البطولة سيكون يوم الجمعة أو السبت القادم، يوم 25 السبت القادم في استاد القاهرة بعد نهاية صفارة الحكم. يا جماعة من فضلكم، وأنا هنا بأخاطب كل جمهور النادي الأهلي، كل جمهور النادي الأهلي، ومعلش اعذروني لأنه أنا في مثل هذه الحالات أنا مجرب، أنا دقت، أنا شفت 0-0. اتغلبنا هنا في القاهرة بسبب العك التحكيمي في ذلك الوقت من عبد الرحيم العرجون، ولكن في النهاية انت متعادل هناك 0-0 مع النجم الساحلي في 2007، رجعت هنا اتغلبت 3-1. هتقول لي كل شويه هتفكرنا بهذه المباراه؟ هقول لك كل شويه هفكرك بهذه المباراه. عارفين ليه؟ لانني لا اريد الحزن اللي انا شفته وقلبي اللي وجعني كلاعب. انا في الاخر لعيب في وسط مجموعه من اللاعبين ساعتها في 2007. وجع القلب اللي شفته في ذلك الوقت، وجع القلب اللي حسيته بعد كده، بطولة أفريقية كانت في إيدي وكنت أنا الأفضل والأحسن وكل حاجة بالنسبة لي كانت الأفضل، ولكن ما قدرتش أكسبها بسبب تحكيم لا يريد فوز النادي الأهلي في ذلك الوقت. طبعا ما كانش فيه فار ولا كان فيه غير الفار. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم يا جماعة من فضلكم، عشان خاطر النادي الأهلي. النادي الأهلي فريق كبير، الأفضل في إفريقيا، الأعظم في إفريقيا رقميا، وحتى لو لا قدر الله حصل حاجة في هذه البطولة إحنا الأفضل وسنظل الأفضل، ولكن القادم صعب. المباراة القادمة مباراة صعبة، ليست مباراة سهلة. للمرة المليون بقول هذا الكلام. إذا كنت بقوله المرات اللي فاتت على سبيل إن إحنا لازم نقول هذا الكلام ولازم نقول إن كرة القدم فيها كتير، لأن شفنا المرة دي. أنا بأؤكد لحضرتك أن فريق الترجي ومدربه، خصوصا بعد اللي سمعته منه بعد نهاية المباراة، فريق الترجي ومدربه ما بيفكروش غير إزاي يكسبوا هذه البطولة. هتقولي ما هو الأهلي؟ طبعا أنا ما بتكلم، الأهلي بالنسبة لنا يا جماعة حياة. وأنا هنا بأخاطب المشاهدين كل الأهلاوية اللي بيتفرجوا عليا، الأهلي بالنسبة لنا حياة. فبالنسبة لنا إحنا عايزينه يكسب كل حاجة، ويعني وربنا يكرمنا في كل حاجة. فمش هتكلم عن الأهلي، ولكن أنا بتكلم عن رغبة الفريق الآخر اللي هو بالمناسبة. إذا رأيت فريق الترجي من الناحية الدفاعية في الماتش وأنت واقف تتفرج على الماتش، أو لو أنت قاعد امبارح ولا أول امبارح تتفرج على المباراة، هتجد فريق بيدافع بشكل جيد، هتجد فريق قد تكون عنده الناحية الهجومية فيها كلام، لكن ممكن بكرة ثابتة، ممكن لو ربنا رايد لا قدر الله يخش في الجول هيخش في الجول. جماعة أنا مش بخوف حد ومش بقول كلام عبثي، أنا بقول كلام وعارف أنا بقول إيه وجربت أنا بقول إيه. وجع القلب مش عايزين، يعني لو لعبنا كورة وربنا كرمنا وكسبنا هنبقى كلنا مبسوطين وكلنا سعداء. فاللي مطلوب مننا كجمهور خلال هذه الفترة هو شيء واحد فقط، المساندة ودعم الفريق، وأثناء التسعين دقيقة مساندة ودعم الفريق. أنت بتلاعب فريق من أقوى فرق إفريقيا، أنت بتلاعب فريق
من أقوى فرق إفريقي، فريق يستحق التحية ويستحق كل شيء جيد، الفريق الترجي بالمناسبة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم أرجوكم، لأنه الناس اللي بتكلمني بتبقى عايزة حاجتين بقى، يعني موضوع التذاكر ده احنا عديناه، لأنه أنا راجل يعني مذيع في قناة الأهلي وليا منصب إداري في قناة الأهلي، ولكن في النهاية والله موضوع التذاكر زينا زي حضراتكم، والله والله أنا ما بهزر، أنا بتكلم بجد. كلنا أمل، كلنا أمل إن احنا وبنخش على الموقع زي حضراتكم وكل حاجة بنحاول يعني نجيب تذاكر. كل الناس اللي بتبعت لي وبتسألني بعد موضوع التذاكر، عايزين تذاكر يا كابتن، بعديه على طول يقول لي يا كابتن ان شاء الله هنحتفل ازاي؟ نحتفل ازاي ايه؟ يعني ايه نحتفل ازاي يا جماعه؟ يا جماعه الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مقلق بالنسبه لي. الكلام ده يخليني اقعد افكر كتير في فيما هو قادم. الكلام ده بالنسبه لي كلام ما يتقالش. الكلام ده ما يتقالش، الكلام ده يتقال بعد يوم السبت. هذه هي عقليه النادي الاهلي وجمهوره. انا عارف ان دول ممكن او البعض من دول ما يبقوش جماهير الاهلي، انا عارف، ولكن هنا لازم اقف. وانا اسف للمره المليون ان انا بقول هذا الكلام، انا شفت بعناية ولعبت برجلي وشفت وجع القلب لما بخسر بطوله افريقيه انا الاحق بيها.